سيري الله سيري مشاهدي قناة شوف تي في، اهلا ومرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر. مباشرة معكم من نواحي مدينة الدار البيضاء، مع هذه الشابة هذه اللي عندها تبارك الله خمسة الوليدات. شحال في عمرك؟ عندي 29 عام. 29 عام عندك خمسة الوليدات؟ عندي خمسة الوليدات. انت اللي كتحمل المسؤولية ديالهم، انت اللي كت انا اللي الام ديالهم، انا الاب ديالهم، انا هي كل شيء. واخا عاودي لنا المشاكل اللي عندك. انا كبرت مع واحد العائلة الوضعية ديالهم صعيبة بزاف، كنت كنقرا ومن بعد ما كملتش القرايه ديالي، تزوجت بهذا واحد السيد، جلست معاه في دارهم، من بعد بداو المشاكل. كنت كنخدم انا، كيخدم هو، من بعد انا مرض، جاوني الكواط في عنقي هما منفوخ ليا اختي. من بعد انا جلست، قال لي انا غادي نمشي نخدم، مشى دابا مده عامين ما بقاش رجع عندي، بقيت انا محمله المسؤوليه ديال الوليدات. من بعد جيت كريت عند هذه السيده مده 4 سنين و3 شهور، دابا غير شهرين ما خلصتش في الكرا، وكتقول لي خرجي لي خويا المحل ديالي، وانا ما عنديش فين غادي نمشي. ودابا قطعت عليا الماء البارح، وباغا تضارب معايا هي وبناتها، جاو تهجموا عليا، تهجمت عليا هي وبنتها وولدها. اها، وعلاش هادشي كامل؟ حيتاش ما خلصتهاش، وانا ما عنديش فين غادي نمشي اختي، هادو خمسه ديال الوليدات فين غادي نلوحهم بالزنقه، هما مازالين صغار، وانا دابا ما خداماش. شحال تقريبا ساكنه عندها؟ ساكنه عندها مده 4 سنين و3 شهور هاد السيده. دابا هي كتهجم عليك، كتقول لك خرجي، وستات عليا الماء. واش كتهجم عليك؟ واش كتضربك؟ بزات عليا البارح عصا والحجر، باغا تضربني. انا ما خرجتش ليها، وانا مريضه البارح، تقجيت بغيت غير الماء، ما لقيتش باش نشربو، ولحد الان انا باقا ما واكلت حتى شي حاجه، حتى ما عنديش الماء. طلبت غير الماء من عند الجيران باش عمرت باش يغسلوا ولادي. يعني كتعيشي معاناه اللي هي ديالك؟ معاناه اختي، راه تبارك الله. من كل واحد الشغل ديالو، حتى حد ما كيعقل عليه من غير الله سبحانه وتعالى. وكيفاش كتقاتلي مع وليداتك الى جانب المشكل اللي عندك؟ كنت كنخدم، ما بقيتش كنخدم حيتاش عندي البنيات صغار، وما نقدرش نخليهم لشي واحد، وانا دابا مريضه، انا كنطلب المساعده باش نفتح، وما عنديش حتى باش نفتح ولا باش غادي نعيش. باش مريضه؟ عندي الكواط اختي، ها هما في عنقي منفوخ ليا، انا عييت. كتخرجي؟ انا بغيت نعرف زعما كيفاش، يعني انت كتعيشي واحد الوضعيه اللي هي صعيبه بزاف، لا فيما يتعلق زعما بالكرامه ما كتقدريش تخلصي، تبارك الله خمسه الوليدات، ما هو ولد ولا واحد ولا جوج، يعني شي حاجه اللي هي صعيبه بزاف. صعيبه بزاف، كنت كنخدم ولكن مابقيتش كنقدر نخدم، حتى انا مرضت بزاف، عندي القباط، ما بقيتش كنقدر حتى نوض نخرج، يعني الجوع عمرني ما عرفت عشتو انا وليداتي، والحمد لله ما عندي ما غادي ندير. منين انت كتعيشي هاد المعاناه؟ دابا مده دابا عامين وانا بحال هكا، يعني ما لقيت حتى شي واحد اللي غادي يوقف معايا يساعدني غير باش نفتح اول حاجه. اما المعيشه راه اي واحد توقفي عليه تقول لي عاوني باش نوكل وليداتي راه غادي يعاونك، ولكن انا مريضه بزاف، عندي الكواط، هما اللي ضغطوا عليا ومرضوني بزاف في صحتي. وليداتك شنو شحال في عمرهم؟ واش كيقراو؟ شنو كيدير؟ تيقراو قالوا، الكبير فيما عنده 10 سنين والاخر 7 سنين 8 سنين، والبنيه عندها 4 سنين والصغير عندها عام و8 شهور. يعني مشى الاب ديالهم خلاني انا حامله بهذه البنيه اللي عندها عام و8 شهور. يعني ما شافش بنته كاع؟ لا ما شافش نهائيا، وباقي لحد الان ما صيبش لها الورق ديالها، حتى الان باقي ما جبتش لها الورق، باقي ما صوبتش لها الورق ديالها، حتى ما عنديش باش غادي نمشي نجيب لها الوراق من الميريزكون صيب لها. يعني مالي الضغوطات بزاف اختي. واخا قلتي لي مولات الدار باغا تخرجك من الدار ياك؟ باغا تخرجني اختي، وانا 4 سنين و3 شهور انا ساكنه عندها، ما يمكنش غادي تخرجني للزنقه، انا وليداتي صغار والزنقه خايبه، انا بعدا ام ما نقدرش نخرج للزنقه، وانا وليداتي نضحي على قبلهم، ما عرفت شنو ندير الا الزنقه. حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. واخا قلنا رقم التليفون ديالك 0634 84 95. شنو النداء اللي تبغي توجيه؟ كنطلب من خوتي المغاربه والمحسنين يعاونوني على وجه هاد الوليدات، حيت انا ما غاديش نقد على الزنقه، وانا مريضه، مريضه بزاف، وما نقدرش على الزنقه اختي. ما حاولتيش تهضري مع مولات الدار تحلوا يعني زعما المشكل بيناتكم؟ والو، جات البارح كتشتم فيا بالهضره خايبه، وانا ما قدرتش نجاوبها، ما غاديش نجاوبها، حتى هي مره زعما حاجه غادي دير على وجه الوليدات، نقول انا خايبه ما تعاملتش معاها زوين، ولكن دير على وجه الوليدات، ولكن ما دارت على وجه حتى شي واحد. انا قلت لها الناس جاوا اليهود صدقوا الماء نهار الزنزال في الحداده، قالت لي انا يا اليهوديه انا ما بغيتش نصدق الماء. حشومه، ما خاصهاش تقول هاد الكلمه وهي حاجه، الناس راه كيصدقوا الماء، ما لقيتي ما تصدق، نقول الله يسهل عليك اختي احسن ليك، هي الا باغا تخرجني انا ما يمكنش اختي نخرج للزنقه. زعما ما حاولتوش تلقاو شي حل؟ زعما انت كتبقاي تخلصي يعني شويه بشويه تكملي ليها؟ لا، هي كتقول لك لا خرجي، ما عنديش فين غادي نمشي. هي بغات تخرجك ماشي غير على وديت انا كي ما خلصتش لها. هي كتقول لك خرجي، فين غادي نمشي؟ ما يمكنش، يعني شهرين ما خلصتهاش، الشهر الاولاني جات خاصمت معايا، جراتني، ضرباتني، ما درت معاها والو، زادت الشهر الثاني البارح جات مهجمه عليا، حشومه، انا جامعه شي طراب تما ناضت شتات وهزات عليا الطراب، راه ما يمكنش، هزات عليا الحجر، ما يمكنش، راه حشومه.
انا راني مسلمه اختي، راه عندي 5 ديال الوليدات. انا كنطلب من خوتي المغاربه يعاونوني على دوج هاد الوليدات، انا ما نقدرش على الزنقه وما باغاش نمشي للزنقه اختي. الله يدير لك الصحه ويخليك. امين اختي. قناه شوف تي في كما كتشوفوا معنا في هذا البث المباشر مع هاد الشابه اللي عندها تبارك الله 5 الوليدات وكتعيش واحد الظروف اللي هي جد قاسيه وصعيبه بزاف. عافاكم الله ما عاونوها. رقم التليفون ديالها هو 0634 84 46 95. ايمان سميتها ايمان، مولات الدار باغا تخرج هي كتقول انا ما بغيتش نخرج لانه ما عندي فين نمشي انا وليداتي، يعني هي وليداتها ما عندها فين تمشي. مشاهدي قناه شوف تي في وصلنا لنهايه هذا البث، نلقاكم ان شاء الله في بث مباشر.